يلا نشوف اغنى دولة في العالم لسنة 2023. هنبدأ الترتيب بالدولة اللي خدت الترتيب السادس وهي قطر، الدولة اللي عدد سكانها الاصليين هم 300,000 قطري بس، ونصيب المواطن القطري من الناتج المحلي السنوي هم 83,000 دولار. وسنغافورة هي اللي جت في الترتيب الخامس، وسنغافورة ديت هي دولة صغيرة لكن عدد سكانها هم 6 مليون تقريبا، ونصيب المواطن السنغافوري من الناتج المحلي السنوي هم 91,000 دولار. نسيب بقى سنغافورة ونروح للدولة اللي خدت الترتيب الرابع وهي سويسرا، الدولة الغنية عن التعريف واللي بتدي لمواطنيها 98,000 دولار من الناتج المحلي. لكن ده ما يمنعش ان النرويج هي تالت اغنى دولة في العالم لانها بتدي مواطنيها 101,000 دولار من الناتج المحلي. اما ايرلندا فبتحتل المرتبة الثانية عالميا كتاني اغنى دولة في العالم لانها بتدي مواطنيها 114,000 دولار. اما الدولة الاوروبية الصغيرة لوكسمبورغ بتحتل المركز الاول عالميا كاغنى دولة في العالم، وعدد اللوكسمبورغيين الاصليين هم 130,000 لوكسمبورغي. نصيب الفرد من الناتج المحلي هو 133,000 دولار.